بالنسبه للجوازات من المشاهير هم بيحبوا كده علشان يبقى تملي في الصوره، عشان كل الفلوس كتير معاهم قوي مش لاقيين يقضوا فيه، زودوا شهرتهم وفلوس اللي معاهم وكده. بس انا ماليش الحق ان انا اقول لك هو ليه اتجوز ديت او ما اتجوزش ديت، ومن باب الرفاهيه يعني انا لو مكانه مش عايز اقول ان انا ممكن افكر في كده، بس عادي يعني. ما هو كتر الفلوس سيادتك بقى بتعمل كده يعني، من كتر المال في ناس بتبص لكثره المال ان هو بيخش بقى نزوات، قدر الماليه معاهم عاليه فبيضطر ان هو يتجوز هنا ويتجوز هنا ونزواته بقى معايا فلوس كتير بس لسه ما اعرفش شكلي، فانا عايز برضه اعيش حياتي. وفي الاخر شخص وما فيش حد فيها مش عايز يبقى مشهور بس، فده شايف الموتيفيشن ورا الشخصي اكتر منه اي حاجه تانية يعني. انا لو ما معيش فلوس ما فيش حد هتبص لي، ما فيش واحده هتبص لي، لكن لو معايا فلوس الدنيا كلها بتاعتي. ده سببه كتر فلوس، دلع بقى وهشتكي. ما سبب هوس بعض الرجال بالراقصات؟ الحياة مليانة بأمثلة كتير عن رجال عشقوا راقصات وصرفوا عليهم كتير قوي فلوس وحب واهتمام، بداية من المسؤول الأمريكي اللي كان بيجي من آخر الدنيا عشان نجوى فؤاد، ووصولاً لقصص كتير بطلتها راقصات مصرية يا إما اتجوزوا رجال أعمال ومسؤولين يا إما كانت تجمعهم بيهم علاقات. في الفقرة دي عاوزين نعرف إيه سر هوس الرجال بالراقصات؟ هل الهوس ده زهق ولا من باب التغيير ولا طفاصة ولا عقدة ولا فراغة عين ولا حرمان ولا مرض؟ معايا النهارده فنانة الرقص الشرقي الراقصة عزيزة، وفنانة الرقص الشرقي الراقصة نسمة، والأستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بيكم معايا في حلقتنا النهارده. أهلا بيك يا أستاذ. هبدأ بعزيزة، تفتكري ليه الرجالة مهووسين بالراقصات؟ أنت كراقصة أكيد عارفة، فوعد عليكي قصص كتير سواء معاكي أو مع غيرك، فقولي لي. لا، هو مش ممكن يبقى هوس بأي ست بتبقى جذابة، مش شرط بالرقاصة يعني. هي الرقاصة بتختلف عن أي ست، هي البدلة هي اللي لكن هي ست زي أي ست بس. لكن الراجل بيتجذب لأي ست جميلة جذابة بتاخده بس، هي لا دي. بس في بعض الرجال بيبقى عندهم هوس، أصل الهوس ده يعني الحاجة اللي مش طبيعية، الانجذاب اللي هو اللي فوق العادي. بيبقى الراقصات دي بتبقى بالنسبة له هوس. ليه؟ ما هو محدش هيرد عليا غيرك، هجيب مين يرد؟ ما أنا رديت على حضرتك، هو بيبقى البدلة هي اللي بتغري. البدلة بس. لكن هي ست زي اي ست في الدنيا. طب وانت يا نسمة ايه رايك؟ انا بالنسبه لي مفيش حاجه اسمها هوس بالرقصات زي ما بيقولوا. زي ما في ناس تبقى مهووسه بالست اللي بترقص او باللي بيرقصوا، في ناس مهووسه بلعيبه الكوره، في ناس مهووسه بدكتور مشهور، في ناس مهووسه باعلامي مشهور. الموضوع ملهوش دعوه خالص بالرقص خالص، بس يمكن الرقص علشان طريقه اللبس فدايما العين بتبقى عليه اكتر. يعني انا لو برقص وغلطت اي غلطه عاديه اي بني ادم عادي غلطها بتبقى محسوبه عليا عشان أيوة. انا برقص. بس الهوس ده بيبقى اللي هو باي شيء اخر، بيبقى مش زي الهوس بالراقصات. الراقصات ده بيدفع له ثمن كبير، بتصرف عليهم فلوس كتير، بيتخرب نتيجه ده بيوت، ممكن هو يفقد مركزه، ممكن يفقد شغله، يعني ده اللي انا بتكلم عليه. لا مفيش الكلام يعني ده. ازاي يعني؟ زي ما في ناس مهووسه بالناس اللي بترقص، في ناس مهووسه باي حد تاني. ما هو في ناس بتبقى ما بترقص خالص وما بتشتغلش اي شغلانه، وممكن تضحك على راجل او العكس. ممكن راجل برضو يشوف اي بنت وتبقى عاجباه وقاعده في البيت او ايا كان بتشتغل ايه الشغلانه، وهو اللي يجري وراها، وهو اللي يحاول يعمل اي حاجه علشان يشدها. وفي الاخر بتبقى محسوبه ان هو يا حرام مسكين وهي اللي غلطانه. اعتقد ان الراجل مش بيبي صغير ما بيفكرش ما بيفهمش، عشان هي اللي هتروح تخطفه. طيب عزيزه قولي لي، يعني انت شايفه انه الراجل اللي هنقول
خلينا نقول انه راجل ممكن انه يتنازل عن منصبه ويتنازل عن اسرته ويتزوج براقصه. انت خليكي معايا في انه اكيد ده غير مقبول في المجتمع، صح؟ ده مش طبعاً هنختلف فيه. لا طبعا. انه على حساب بيته وعلى حساب نفسه واسمه. ايه اللي يخلي واحد يعمل كده في نفسه؟ لو بيحبها هيعمل اي حاجه في الدنيا. طب وهو ما جات يعني ما يقدرش يحب يعني واحده تانية تكون فيها صفات تتناسب معاه؟ يعني ايه اللي بيقيل يعني الراقصه دي بيبقى فيها ايه؟ يعني انا مع احترامي على فكره الراقصات، طب انا لا اهين الراقصه، انا بس بتكلم ولا هدفي ان انا اشهر النهارده بالراقصه، انا عايزه بس اعرف سيكولوجيه الراجل. ايه سيكولوجيه الراجل يا استاذ نبيه اللي بيحب الراقصات وعنده هوس بالراقصات؟ مين اللي غلطان، الراجل ولا الراقصه؟ ما عنديش خبره في الموضوع ده ولا جربته. احنا بنتكلم النهارده على هوس الرجال ولا جايين تتكلموا على مهنه الرقص؟ انا شايف الاختين ما ردوش على سؤالك اللي هم المفروض هم ادرى بيه. هل هي مهنه مع احترامي ليهم وضيعه عشان كده ما بيرضاش يظهر نفسه ان هو متجوز راقصه، او مهنه محتقره لدى المجتمع عشان ما يرضاش يظهر نفسه؟ انا عايز اعرف الاول الهوس ده بيبقى انا القصه دي ما تعنينيش انا كراجل، لان انا ما انما ممكن يردوا عليها الاختين. لكن انا اللي يعنيني انه هم ما ردوش عليها صح. يعني هو ممكن يكون راجل ذو مركز وذو حيثيه وذو منصب، تمام، طب يخبي ليه طالما هي ست وست مريحاه وست على مستوى، في خب ليه بيها علاقته؟ يعني احنا على مر التاريخ عرفنا انه 90% من المشاهير او من السياسيين اتجوزوا راقصات ووصلت لحد وزراء، وفوجئنا حتى بعد 25 يناير براقصات متجوزين وزراء. طب بيخبوا ليه؟ يبقى في حاجه غلط. هل المهنه دي بينبذها المجتمع؟ هل المهنه دي طب لما بينبذها المجتمع ممكن تكون الراقصه دي بترخصوا عليه مثلا؟ انا بتكلمش عليهم، يعني هم ممكن يكونوا ضحايا. احنا مش بنتكلم على عزيزه ونسمه. لا 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 ما بقصدش نسمه والاستاذ عزيزه، لا احنا بنتكلم في المطلق يا استاذ نبيل. بالظبط كده. هل الراقصات دول وصمه عار؟ هل هم سبه في المجتمع؟ فاذا كانوا سبه وصمه عار بترخصوا عليه والمصنفات الفنية بتسمح لهم ليه؟ وبتجيب تراخيص من الأداب ليه؟ والدولة سامحة بيه ليه؟ وخصوصا إن الراجل لما بيتجوز راقصة بيخبي. طب بيخبي الله ينور عليكي. فأنا يعني التساؤل هنا، إذا كانت إن أنتم مصرحين بيها ومرخصين بيها والمصنفات الفنية مرخصة بيه ومكتب الأداب بيديهم تصريح بيه، وفي مواصفات معينة كمان اللي حد علم المتواضع لبدلة الرأس بتختلف من مكان لمكان وبتختلف من منطقه لمنطقه، طب انتوا اذا يعني ما اعرفش يعني يظهر المشرع عندنا في مصر بيعاني من انفصام في الشخصيه، بيسمح بحاجات ويرفض حاجات في نفس الوقت. طب ايه المشرع ممكن ايه الحاجات اللي ما يسمحش بيها؟ لا انا من وجهه نظر متواضعه هو اصل المشرع ملوش علاقه بانه فلان اتجوز راقصه. لا مش انا ما بتكلمش على اتجوز، انا ما بتكلمش على اتجوز على انت شايف المهنه دي مهنه وضيعه ومهنه حقيره مثلا بيحتقرها المجتمع، ده وصل لحد ان هو شهادتها لا تجوز. بص يا استاذ نبي، احنا الهدف النهارده ان احنا عايزين نسال او نعرف انه اي راجل، حضرتك برضو يعني محامي ومحامي كبير وبتعرف وبتفهم في الاصول وفي العادات وفي التقاليد، حضرتك منين يا استاذ نبي؟ من سوهاج. يا سلام، احسن ناس واجدع ناس، ربنا يخليك، حبايبي دول اهل صعيد المنبت والتقفيل والصنع. بس حضرتك بقى كصعيدي وانك انت رجل عندك اصول وعقيده وكل الحاجات دي، حضرتك دلوقتي الراجل اللي بيتزوج بيبقى عنده اسره وبيبقى عنده مركز ويبقى عنده اولاد، وانه يغامر بكل ده وانه هو ممكن انه يتزوج براقصه مهما كانت الراقصه دي، احنا مش بنقول انها سبه، انا ماليش دعوه، ده مش قصتي النهارده، لكن هو بيبقى طالما خايف مكسوف من حاجه. طب ايه سبب هوس الرجاله واللي بيبقوا في المناصب بالموضوع ده؟ ليه انت يعني انت لو حد عندك في سوهاج في نسبه بتحصل حاجه زي كده بتلاقي مثلا؟ لا احنا قليل عندنا الموضوع ده.
انما ممكن هنا منتشر، لانه في عادات، في حاجه اسمها عادات وتقاليد، وفي بيئه وفي تربيه، وحتى في عائلات انه ممنوع انه هي بناتها يشتغلوا رقصات او رقصات. معنا بس مداخله الدكتور مدحت عبد الهادي. اهلا وسهلا دكتور وخبير العلاقات الاسريه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك دكتور. انا عايزه افهم يعني ايه هي سيكولوجيه الراجل اللي بيتعلق ان هو بيبقى عنده مش تعلق بس، اسمه هوس، هوس التعلق بالراقصات، وبيبقى بيغامر بمنصبه وبيغامر باسرته، كل ده ليه؟ في سبيل ايه؟ توصيفه ايه؟ هو بص يا حضرتك، هو الاغراءات عموما اللي هي الشكليه، يعني سواء اذا كان الجسد او اذا كان الروح نفسها بتاعت الانسان، هي المراه عامه يعني. المراه عامه، سامعاني يا استاذه بسمه؟ ايوه كده سامع حضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك ان سيكولوجيه الراجل فيها مكون رئيسي جدا اسمها الغريزه بالشخص. المكون ده بيبقى المفتاح بتاعه العينين، يعني عين الراجل او نظرته للجسد عموما هي اللي بتثير الشهوه والغريزه. وبالتالي اي مغرى بقى، اي اغراءات، سواء كان فيديو كليب، اللي كانت واحده بترقص، كانت واحده بتغني بس بتتميز بشكل جنسي او في حاجه جنسيه، اكيد طبعا بتستميل الراجل دوت. اما بقى كونه ان هو يكون ناقص عقل او ناقص دين، بحيث ان هو يعني يمشي وراء هذه النظره ويتخطى بيها بقى حدود الاخلاق وحدود الدين عموما، ده مسؤوليته هو كراجل يعني. لكن ما نقدرش نلوم على الراجل الا اذا كان هو مطارد من امرأة، يعني دي حالة تانية بقى. يعني ألوم على مين؟ ألوم عليها هي؟ ألوم على الراقصة؟ ما هو أصلا ده موضوع ومشكلة، لازم يبقى فيه لوم على أحد الأطراف، ولازم يبقى فيه حل. الاثنين حالة تحل الاثنين حالة النضج، إن الرجل والمرأة ناضجين كفاية وبالتالي إدراكهم كامل، فهم الاثنين مسؤولين. لكن إحنا بنقول إن في رصد لحالات معينة، أن المرأة عندما ترصد رجل معين نتيجة مركزه أو ماله أو موقفه الاجتماعي، ممكن تسلط عليه أسهمها بقى ومقوماتها، زي الإغراءات بقى الجسدية أو الإغراءات اللي ممكن تصير إيحاءات جنسية، فتستقطبه. ده هنا بيبقى فيه نوع من أنواع الضغط. تستقطبه؟ طبعا التركيبة النفسية بتاعت الراجل زي ما قلت لحضرتك، عشان كده بنقول لستاتنا خليكوا أنتوا مشبعين لأزواجكم، عشان الرغبة أو الشهوة دي تشبع في الحلال من خلال المحصنة بتاعتها. يعني حضرتك يا دكتور شايف إنه الرجل بيبقى ما أقدرش أطلق عليه اسم الهوس ده؟ ما هو هوس لو في تكرار، لو في موقف مرصود مثلا، هو يعني دايما بيعمل علاقات مع طب ما هو كونه إنه يصرف على واحدة ويخفيها من الناس، ما هو ده اسمه هوس الصرف الغير طبيعي والتحول الطبيعي الغير طبيعي في مكانته اللي في المجتمع، يعني ده برضو ما هو اسمه هوس. امال ده اسمه ايه؟ يعني واحد بيتحول. أيوة يا فندم، انا ما قلتش ان ده مش هوس، بس انا هنا مش عايز اربطه بالرقاصه بس، لانه لو هو عنده الهوس ده، فالهوس ده تجاه النساء، والمراه الراقصه فهي من النساء. ممكن نقول المراه المثيره، بلاش الراقصه، خلينا في المراه المثيره اللي هي اللي بتبقى العاريه مثلا، يعني اللي كل الناس بتشوفها كده، اللي بينجذب لها بطريقه ما اي حد. طبعا بصي، ما انا قلت لحضرتك التكوين الرئيسي بتاع الراجل عنده عينين ربنا اداها له عشان يرى بيها الجمال او يرى بيها الاغراءات. فاذا اطلق العنان لهذه الحاسه وهي النظر هيتصار. لو هي عندها بقى حافز فوق ده انها عايزه الراجل ده بالتحديد، هيبقى فريسة سهل جدا بالنسبه لها. وطبعا بما ان الراقصه ما عندهاش مانع انها تعري جزء من جسدها او تتمايل بشكل ما في اثاره، فبالتالي فهي عامل مغري جدا وتلام على ذلك، لان هي اكيد فاهمه ان التمايل ده او التعري اللي هي فيه ده هيستقطب بعض الرجال ضعاف النفوذ. طيب هي نسمة عايزه تقول لحضرتك حاجه، اتفضلي. على فكره يا دكتور، ما فيش حاجه اسمها ان هي عشان بتعري جزء من جسمها، اوكي. كتير قوي بيلبسوا مايوهات وبينزلوا الميه وجسمهم عريان كده، يبقوا متربيين كده، يبقوا ولاد الادب.
ينطبق عليهم نفس الكلام. انا طبعا لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. لا بس انا عايز ارد على الاستاذه في موضوع المايو. المايو ده بيبقى في مكان مخصص للاستحمام، والبدله حضرتك البدله مكانها في الشغل. انا ما بعتكيش لو سمحتي عشان نبدا الحوار كده. ماشي، ما انا برد على حضرتك. البدله انا مش بلبسها وبمشي بيها في الشارع، انا بلبسها في مكان شغلي. على فكره بعد ما اخلص زي ما انا احترمت رايك، احترمي رايي بعد ما اخلص. المفروض المايو ده في مكان مخصص، وهو بيفرق من 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 مكان لمكان ومن مدينه لمدينه، وده قصه ثانيه. هي بتتكلم يمكن لا لا لا، انما انما طب انما ده بيحصل التعري وسط الكباريهات ووسط التعري. ايه تعري؟ ايه تعري؟ ايه وسط الشعبيه برضه؟ هكمل ورد زي ما انت عايز. لا 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 ده مفيش. لا 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 احترم هدف الحوار الاول. يعني تعري ممكن لو سمحتوا هنسمع بس يا استاذه. على فكره انا 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 لو عرفت ان الحوار كده ما كنتش جيت. معلش يا انا انا ما احترمتهم. لا انا احترمت وجهه نظرهم واحترمها لغايه نهايه الحلقه. تسمع الاول وترد زي ما انا سمعت ورديت. انا ما عمري ما قطعتها. دكتور مدحت يرد عليها ونقفل ونرجع لحوارنا مره ثانيه ممكن. انا شايف ان المساله مش مساله يعني مايو ولا بدله راس. هي القصه كلها في ان هل 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 التعري ده مقصود بيه ايه؟ هل اثاره؟ ما هناك راقصات كانوا بيرقصوا من اجل الفن زي راقصات الباليه او راقصات الفنون الشعبيه، ما هم دول بيطلق عليهم راقصات. ولكن هل الرقصه دي المقصود بيها انها بتؤدي فن ما ولا بتستثير بيها الرجال؟ هو ده حضرتك. انا حضرتك انا ماليش دعوه اللي بترقص بشكل مش لطيف. احنا بنتكلم في الرقص الشرقي، ده رقص متصرح بيه والبدله متصرح بيها بشكل معين. حضرتك احنا بنتكلم على الرقص العادي الشرقي العادي. لو انتوا شايفين ان هو غلط، البلد ليه مصرحه بيه؟ ليه بتخلونا نشتغل؟ ليه بتجيبوا ناس من بره تشتغل؟ لو انتوا رافضين الرقص الشرقي ودي اهانه لينا خلاص. لا ما فيهاش اي اهانه، هي الفكره كلها باختصار شديد حضرتك ان الرقص ده انا ما اخترعتش البدله وانا مش بلبسها على مزاجي. يا سيدتي يا سيدتي انا ما بقولش ان بدلتك انت بالتحديد، انا ما عرفتيش وما شفتكيش وما اقصدش حضرتك بالتحديد، انا بتكلم في مطلق ان الرجل يستثار من المحفزات الجسديه، العري، التمايل، الكلام الناعم، الحاجات معينه بتستثير غريزه الرجل وشهوته. دي بقى مصدرها اغنيه. هي يعني بدله الراس محفز جسدي يا دكتور؟ طبعا من المثيرات الواضحه جدا، لان هي الفكره كلها اي بدله راس حتى المصرح بيها. ما حضرتك المصرح بيه، هل الجسد باين ولا مش باين؟ حضرتك بتتكلم على بدله الراس ولا تتكلم على البني ادمه اللي لابسه بدله الراس؟ في واحده ممكن تبقى مش لابسه بدله راس ولابسه لبسها عادي جدا وطريقتها مش لطيفه وبتسير كل حاجه زي ما حضرتك بتقول، لكن في طريقه للراس احنا بنبقى فاهمينها كويس قوي. يبقى اذا حضرتك متفقه معايا ان الست الراقصه اللي هي بتثير غرائز الناس، هذا هو موضوع الحوار. يبقى ما بنتكلمش في الرقص في المطلق، احنا بنتكلم في النساء اللي هم الراقصات اللي هم بيبقوا قاصدين بعض. ما تمام اللي هو في حضرتك قاصدين. في حضرتك في 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 اي مهنه يعني إن أنا في حد من محترم وفي حد مش محترم. محترم في اندر في الرقص الشرقي وفي طبعا في داون وفي اللي قلت دي حقيقه. بس احنا هتتكلم عزيزه وهرجع لك استاذ نبيه. فضل. في اي مهنه فيها الوحش وفيها الحلو. طيب انا بشكر الدكتور مدحت، انا متشكره جدا، شكرا. اتفضل. في اي مهنه في الدنيا فيها الوحش وفيها الحلو. في دكاتره كتير بيبقى ضميرهم عالي وصاحي، وفي دكاتره ما عندهمش ضمير. ايوه يعني انت تقصدي في اي مهنه في الدنيا. بس خلينا في موضوعنا، انا عايزه بس اقف عند الحته بتاعت انه هل في رقص محترم وفي رقص غير في محترم؟ في رقص مبتذل وفي رقص اللي مش بيعتمد على انه الراجل يبقى عنده هوس نتيجه الرقص ده او محترم طبعا في دوت وفي ده طبعا. أيوة. زي ما في ست بتبقى ماشيه بلبس عادي جدا ومحترمه وفي نفس الوقت مثيره، وفي واحده بتبقى لابسه لبس خليع وهي طريقتها بتثير البني ادم اللي قدامها او الراجل اللي قدامها. يعني قصدك انه الاثاره اللي غير طبيعيه طبعاً واللي هي اللي بتبقى بنسميها يعني لفظ الشذوذ، ده اسمه شذوذ. أيوة. الشذوذ في التصرفات، انه هل ده اللي بيجذب الرجل اللي هو الاكستريم اللي هو الغير اللي فوق العادي اللي فوق العادي هو ده اللي عامل الهوس طبعًا. ده بيعمل هوس في طب وانت انتوا ما فيش حد فيكم بيعمل اللي هو اللي فوق العادي ده؟ يعني انتوا بترقصوا رقص عادي وما انا لما باجي بشتغل انا ببقى بحترم الناس اللي قدامي. انا بحترم الراجل اللي موجود
لو جاي معاه مراته جاي معاه ايا كان فانا بحترمهم كويس قوي، ببقى عايزه الناس تيجي تتفرج عليا وهي مبسوطه. بقول لك يا نسمه معلش يعني هو في معظم الرجاله عشان ما نضحكش على بعض ولا على الناس تمام. هو معظم الرجاله اللي بتروح بتتفرج على الرقاصه وترقص بياخد مراته؟ لا هقول لحضرتك في فرح، في كتير في عيد ميلاد ماشي، انا بتكلم على الراجل اللي رايح بنفسه وبرجليه علشان رايح نايت كلاب عشان يتفرج على الرقاصه. طب انا في ناس كتيره بتيجي بازواجها بستاتها وبيجوا بيحبوا يتفرجوا عليا. ليه بيجوا بيتفرجوا على فن؟ معانا مداخله. اتفضل يا استاذ نبيه اتفضل. ما انت بتقولي في مداخله. طيب محمد من القاهره، معانا محمد من القاهره. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ محمد. طيب انا بس بسال الست نسمه وال معلش ترفع صوتك لو سمحت. بسال الست نسمه والست عزيزه الرقصات وكل الرقصات اللي موجودين في مصر، عايز اعرف في رقص محترم ورقص غير محترم؟ هو في راجل محترم اساسا بياخد مراته عشان يسهر بيها في نايت كلاب؟ ده يبقى راجل محترم؟ ها؟ عايزهم يردوا على سؤالي. لا فاضل ده في راس محترم وراس غير محترم؟ ايوه في حضرتك راس محترم وراس مش محترم. في راجل محترم لو هو مش محترم البلد ما كانتش هصرح بيه. يا هو مش محترم ولو حضرتك شايفه مش محترم بتتفرج عليه ليه؟ يسأل في هذا؟ انا ما بتفرجش عليك حضرتك اساسا. ما بروحش انا ما بقولش اتفرج عليا، انا بقول على الراس عامة. انا ما بخش اخد مراتي واروح بيها مالها ليلي ولا بنتي اروح بيها مالها ليلي عشان تقولي حضرتك ان في راجل. امال حضرتك لما بيبقى في فرح وفي بيبقى رقاصه شرقي بتروح الفرح ليه من اساسه؟ اللي بيجي فرح ده بتفرق بقى حضرتك، لكن ما بيروحش مالها ليلي. يعني حضرتك انا عايز اسالك سؤال بعد اذنك، لما بيبقى في الفرح في رقاصه شرقي بتاخد حضرتك مراتك وبتخرج بره القاعه؟ لا ولا بتقعد تتفرج؟ لا لا في فرح. لا بتقعد تتفرج. يا سياده الراقصه الفاضله انت عارفه كويس قوي ان في فرق كبير قوي ما بترقصي في مالها ليلي وبترقصي في فرح، حتى نوع البدله مختلف اساسا. لا يا استاذه نسمه، يا استاذه نسمه، يا استاذه نسمه، لو سمحتي مع احترامي للاستاذ محمد، لو سمحتي يا استاذ محمد، انت قلت سؤال واحد، سؤال الهوس، الهوس ده دناءه رجل وتعمد اثاره وعري من اللي راقص. ده اجابه السؤال. يعني انت شايف كده انه دناءه رجل، دناءه رجل وتعمد اثاره وعري من الرقاصه. ده اجابه السؤال. الحاجه الثانيه النهارده ما بنتكلمش احنا على الرقص حلال ولا حرام ولا هندخل في حته الدنيا. لا 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 مش موضوعنا خلاص، ولا موضوعنا خالص. هي بس بتصير موضوع اللي هي الدوله بتسمح بالرقص ليه، وهل الرقص مهنه محترمه ولا مهنه وضيعه في المجتمع؟ انا بقول لها بملء الفم ان الرقص مهنه وضيعه في المجتمع، مش انا اللي بقول، ده المجتمع اللي بيحكم. لا في عائلات لا بتخلي بناتها ترقص، وفي عائلات لا بتتجوز من رقصات، وفي عائلات والكلام ده مش من عندياتي، ده واحده. اثنين، اما يجي ختم شعار الجمهوريه يوسم الراقصه بانها سيئه السمعه يبقى مش نبيل وحش الوسام، لما يمنعها من الشهاده في المحاكم يبقى مش نبيل وحش الوسام، يبقى ما فيش حاجه اسمها رقص محترم ورقص غير محترم. وفي عندنا مثالين، المثال الاولاني الحكم اللي صادر من محكمه القضاء الاداري اللي وصم سامع المصري بختم رئاسه الجمهوريه انها سيئه السمعه ما نزلتش الانتخابات، ادي واحد. الحكم الثاني اللي حصل لتامر امين مع الراقصه دينه لما رفعت عليه قضيه وخد حكم بالبراءه مخطوب بختم شعار الجمهوريه. هي دينه ما رفعتش قضيه؟ لا رفعت قضيه وتامر امين موجود. تامر امين موجود. تامر امين موجود. ما خلاص. والراقصه المحترمه اللي اعتزلت اللي اسمها صافي شاهين ولا اسمها ما اعرفش ايه شاهين ولا انت كنت انا اعتزلت عشان سوء سمعه الراقصه، فمش نبيل وحش اللي بيقول. موضوعنا يا استاذ دي. مش نبيل وحش اللي بيقول. احنا النهارده ولا الناس اللي ما بنحاكمش، ما توديناش في حته ثانيه. انا ما وديتكش في حته. احنا لا نحاكم الراقصه ده النهارده من انت بتقول ان الراجل عنده هوس بالراقصه وبيخبي بيخبي ليه؟ عشان انه موقفه سيء وانه اللي متجوزها سيئه السمعه. لكن لو المتجوزه دي مش سيئه السمعه بالنسبه لمهنتها. بلاش كلمه طيب سيئه السمعه بس. انا بكملك اهو. انا ما بتكلمش والله العظيم مقصود حد. لانه الراقصات فيهم والله العظيم يعني والله تاني. ناس وانا على موضوع مقصود حد. في كل زي كل شغلانه فيها صالح وطالح. في محامين سيئين السمعه، في دكاتره سيئين السمعه. زي في محامين انا بقر اهو، انا بقر اهو واعترف انه في محامين سيئين السمعه وفي دكاتره سيئين السمعه وفي رؤساء جمهوريات سيئين السمعه. طيب انا بس نديهم فرصه عشان عايزين يردوا، بس اتفضلي عشان معانا تليفونات كتير. انا مش عارفه ارد اقول ايه. طيب ناخد الاتصال التليفوني. ايوه الو. ايوه وايده من القاهره. يا مدام بس انا سامعاكي من الصبح بتقولي راقصات راقصات، مكسوفه تقولي عاهرات، مكسوفه تقولي اقول ايه؟ مكسوفه تقولي عاهرات،
مكتوفه تقولي لا 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 انا ضد الكلمه دي، انا ضد الكلمه دي اطلاقا. لا لا لا. معلش اصله اللفظ ده انا مش ممكن اقوله من على مكتبي هنا، ما ينفعش. اللي جنبك دي خربت بيتي وخربت بيوت ناس كتير. مين دي؟ اني مين دي؟ خطافين رجال الاثنين واللي زيهم واللي اشكالهم، احنا مش عارفين نلاحق عليهم. انتوا عارفين تعرفوا الرقص المحترم؟ اه طبعا في محترم وفي زفت اللي بتعملوه. انا مش سامعه يا جماعه. هو البدل بتاعتكم دي محترمه ولا الرقص بتاعكم ده محترم ولا حركاتكم اللي بتعملوها بوشكم وجسمكم ده محترم؟ انتوا طبعا خطافين رجاله، والرجاله معذورين بمناظركم انهم يحطوا ويتجوزوا ويسيبونا في البيوت ننظف ونغسل وننظف العيال. عارفه يعني ايه الواد ده كلام صحيح كروكه وثانيه يا جمال؟ انتوا عاهرات فاضي خالص. لا 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 اقفلوا يا جماعه. شكرا شكرا. انا بعتذر لكم. لا بصي هي ليها حريه الراي. بس هقول لحضرتك على حاجه، انا بعتذر لكم. كل حد في الدنيا ليه حريه الراي، وانا بحترم حريه رايها، وانا بشكرك جدا على حريه رايك طبعا. لا 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 بس مش لدرجه السب. لا لا هقول لحضرتك على حاجه. في ناس كتيره قوي ما بتلبسش بدله رقص، وزي ما قلتي بالظبط بتبقى يعني متحشمه جدا في لبسها، وزي ما قلتي بالظبط، ومش شرط تبقى رقاصه. ممكن في ناس كتيره قوي رقاصات ومحترمين جدا وستات بيوت ومخلفين ومتجوزين وعايشين في بيوتهم، ستات بيوت محترمات. اه بيرقصوا، بس بترقص وبتروح بيتها وما بتعملش حاجه غلط. ان كان الراجل بيجري وراها اقول لك دي فراغه عين، اقول لحضرتك ده نقص من عند ست البيت اللي حضرتك بتقولي بتغسل وبتطبخ، هي برضو ما بتاخدش بالها من جوزها، عشان كده برضو هو بيبص الرقاصه او بيبص المطربه. مهمه جدا انه حته انه ست البيت مقصره. آه هي طبعاً ست بيت طبعاً. وعلى عيني وانا بحترم ستات البيوت جدا. واحنا كلنا في الاول وفي الاخر انا ست بيت ومتجوزه ومخلفه والحمد لله، وبحترم جوزي وعندي بنتي بحترمها جدا، وبحترم بيتي قبل اي شيء وقبل عملي وقبل شغلي وقبل حياتي. ده جزء كبير قوي من حياتي. زي ما حضرتك بتقولي احنا بنغسل وبنطبخ وبنعمل كل حاجه وبنأدي عملنا زي اي وظيفه في الدنيا، بس انا هي دي. وبحترم راي حضرتك برضو، واي راي تاني انا بحترم. اللي جاب احنا ليه بنقول المحكمه قالت سيئه السمعه والمحكم التاني قال سيئه السمعه؟ لانه 90% من التصرفات غير طبيعيه بالنسبه لغالبيه الرقصات، ومش انا اللي بقول ده، التاريخ اللي بيقول والافلام جسدتها وحتى عندنا في قضايا الاحوال الشخصيه، يعني 80% من حالات الطلاق سببها برضه علاقات برجال برقصات. يعني دي مش لسه هنتكلم فيها ولا هنجيب لها احصائيه ولا يعني. وانا اتمنى ان هم يطلعوا من الحلقه دي ياخدوا بالهم من عمليه الخراب البيوت اللي بتحصل بسببهم برضه. الحاجة الثانية ايوه بسببهم، بعد اذنك. ما انا بقول لك بسببهم استاذ نبيل، بسبب دناءة الرجل. انا ما بعفيش الرجل برضه، بسببهم وبسبب دناءة الرجل. استاذ نبيل ممكن انا اسف الحاجة الثانية لحضرتك. انا والله هسيبك تتكلمي زي ما انت. ربنا يخليك. شكرا. الحاجة الثانية تعالي ندور في التاريخ، لو لقيتي، مع احترامي ليهم انا ما اعرفش هم منين ولا عائلاتهم، لو لقيتي واحدة رقاصة من عائلة انا اقبرها. يعني ايه من عائله؟ لا لا يعني أكمل, إيه اكمل بس اكلم يعني حتى ممكن لو عايزه اسمي لك الرقصات. معلش برضو يعني احنا ما نقدرش نعمم ونقول كده في يا استاذ نبيل. بس اسمعيني بس، ما ينفعش نقول كده يا استاذ. يا سيدتي يا سيدتي لا يا سيدتي لا, لا, لا معلش لا اله الا الله. انا ما قصدتهمش. ممكن هم يكونوا من عائلات محترمات، مش كده ولا في الرقصات كلها. اصله ده مش موضوعنا النهارده، ده مش موضوعنا. انا مش موضوعي. طب معانا اتصال تليفوني. يا استاذه بسمه، يا استاذه بسمه، انا دلوقتي لو من عائله ومتربيه تربيه صح وعارفه الاصول وعارفه البتاع اخرب بيت؟ انا قاعد دي القصد، مش مش ده القصد. انت بتتكلم على المهنه يعني. على المهنه. مش على ما انت. طيب. فهمتها في حاجه تانية. طيب ناخد اتصال بلال من اسكندريه. ايوه يا بلال. مساء الخير. اهلا، مساء النور. لو سمحت انا عايز اتكلم، عايز اقول رايي بس في حاجه معينه. يعني انا عايز اقول حاجه، الرقص ده عامه في فنان، في رقصات بيرقصوا الابتذال، يعني معروفين صفي نار مثلا وبرديس والجو ده ابتذال. من غير ذكر اسماء بقى. نعم، من غير ذكر اسماء يا استاذ بلال. من غير ذكر اسماء، في رقصات بترقص للابتذال وللعري وتبتذل الشباب عشان تعمل شهره ومعروف، يعني هم معروفين بالاسم. وفي رقصات تانية بترقص مهنة، واللي بيخش يقولوا دول عاهرات ومش عاهرات والجو دوت، هم بيحكموا على سمعانهم على اساس ايه؟ هي رأيها هي اعترضت على نفسها كده انها ترقص، دي حاجة ترجع لها. احنا اعترضنا على الكلام ده طبعا.
وفي نقطة تانية، هم يعني كل واحد حر، هم بيرقصوا ده رقص لنفسهم، في رقصة تانية بترقص للاتزان، كل واحد يخش لك ده عيارات ومش عيارات والحكاية ورواية، هم بيحكموا عنهم على نفسي أنا مش فاهم يعني. هم هم ارتضوا عن نفسهم كده، هم طيب. حرين يعني، هم دي حاجة ترجع لهم. شكرا شكرا بلال. نسمع عندك تعليق. أنا ما أعرفش ليه الناس عاملة هجوم على اللي بترقص، يعني أنا مش فاهمة ليه، ما يعرفوش أصلا هي بتتعب قد إيه وإيه اللي مخليها بترقص. بصي إحنا النهاردة موضوعنا، وما ينفعش حد يقول أي واحدة بترقص أصلا مش من عيلة، أنت مش عارفك هي من عيلة ولا مش من عيلة ولا إيه أصلا يعني اللي خلاها. لا أنا ما قصدتش، لا 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 أنا ما قصدتش حضرتك كده. دلوقتي اللي بتطلع ترقص دي أنت ما تعرفش هي بتتعب إزاي، ممكن يكون عندها ظروف مضطرة وأنا عارف فاهم فاهم الكلام اللي بتطلع هي ما بتشوفش قدامها، بيبقى في ناس كتير هي مش مركزة على حد. لا 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 عارف الكلام ده، وعندنا على فكرة عشرنا ناس انه اضطروا لانه يروحوا مهنة الراس للاحتياج. عايز اقول لحضرتك ان في احنا لو هنتكلم على انها شغلانه مش عاجبه الناس، لا في ناس بترقص محترمه جدا وبتحافظ على ناس كتير وما بتخربش بيوت حد. يا استاذه انت تعرضتي لموقف زي ده يا نسمه؟ لا انا عايز بس تهدى. طب اهدي الاول، ممكن تشربي ميه؟ اشربي ميه اشربي. لا 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 انت فهمتي غلط خالص، انا دفعت عنك لما المداخله حصلت، قلت لا الكلام ده ما يتقالش. لا 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 انا ما قصدتش. طب عزيزه اتكلمي انت على بال ما هي تهدى شويه. بصي حضرتك، اولا انا بشكر الاستاذ اللي دخل وقال دي حريه بلال شخصيه. من اسكندريه. انا بشكرك جدا وبقول لك دي فعلا حريه شخصيه، وإن كانت هي بترقص للحاجة أو بترقص إن هي بتحب الفن دوت أو بترقص إن ده فن موجود من قديم الأزل، يعني ده موجود من أيام الفراعنة الرقص الشرقي دوت. وعلى فكرة إحنا ممكن عندنا مديين له مساحة أكبر من وضعه. لا إحنا بره مصر الفن ده محترم جدا والناس بتحترمه جدا وبتحب تتفرج على الفن ده. لا لا جوه مصر يا استاذه، بس احنا عايزين نتكلم. ما انا حضرتك بتكلم جوه وبره. احنا ليه بره بنحترم الرقص وجوه لا؟ يا بنت الناس الطيبين، احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم حتى مهنه الرقص دي، حتى مهنه الرقص نفسها مهنه، هل هي زي ما قلنا المجتمع بيتقبلها ولا ما بيتقبلهاش؟ لا ما بيتقبلهاش. طب انا ممكن اتفرج على راقصها بس ما اتجوزهاش ولا ارتبط بيه. ما هو سنه وغير كتير ماشي، في كتير مش هيتجوزوا لانه واخدين فكره انه هي الراقصه سايقه السمع، ومش واخدين فكره الدوله بالرغم انها بترخص بتقول ان هم سايقين السمع، الدوله ان هي بالرغم انها بتديهم تصريح بتقول ان هم سايقين السمع، بدليل انها بيسمعوهم في شهاده قدام المحكمه، بدليل ان هم منعوهم من الترشح حتى ما فيش احكام عليهم، بس منعوهم للترشح لسوق السمعه ادت براءه برضه في موضوع تامر امين عشان قالت ان الراقصات هم بيجلبنا لانفسهن سوء السمعه. طب احنا جايين تتكلموا في ايه بعد كده؟ بعد ده كله تقولوا الراقصات مش سايقين السمعه، وبعدين مفيش حاجه اسمها رقص حلو ورقص وحش ورقص، هنعمل زي اللي برضو بتطلع تتعرف الافلام وتعمل افلام اباحيه وتقول لك اصل ده في سياق الدرامي. يا استاذ هي الست بتروح تجيب الراجل من بيته؟ ما بنبررش، هي الست بتروح تجيب الراجل من بيته عشان يتفرج عليها؟ انا برضه اتكلمش على الراجل تجيبه ولا ما تجيبوش. انا برضه امال بتخرب له بيته ليه؟ كل الراقصات يا اما شغالين في مؤامرات ضد الرجاله يا اما بيستغلوهم كانوا في المخابرات. يعني يا ستي انا ما بتكلمش على الراجل اللي بتجيبه ولا ما تجيبوش، هم ليهم اساليبهم وحيالهم وطرقهم الخاصه. ايوه يعني اسلوبي اللي انا بعمله ان انا شغاله في المكان. عايز اقول لحضرتك وبعدين انا بجيبه من بيته ازاي عشان يجي يتفرج عليا؟ مش هو اللي بيجي بمزاجه عشان يتفرج عليا؟ لا ما بيجيش بمزاجه، ما بيجيش بمزاجه. امال هي ايه يعني؟ تحصل من الراقصه تنازلات تخليه هو والراجل. وهو ايه اللي دخله المكان؟ في البدايه انه الدناءه بتاعته والسفه بتاعه والسفاله بتاعته والحاجات اللي بتقدمها له والتنازلات اللي بتقدمها له هي اللي بيخليه يجري وراها. لا 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 هو بيجي بمزاجه وبيجي المكان علشان يتفرج عليها. هو راجل بقى مش سوي دماغه رايحه منه خلاص. عليها يعرضوا عليها فيلم في راس ما ترضاش، وفي واحده يعرضوا عليها فيلم يبيعها ترضى. ايوه يعني هل ممكن فعلا زي ما بتقول يعني ان هم مثلا اللي بيجيبوا الراجل يعني هي بتربطه وتجيبه؟ طبعا هو في ست يعني عاديه تعرف تصطاد، هم الراقصات اللي بيصطادوا الرجاله فعلا. انت طبعًا شايف كده؟ طبعا. ودي ما فيهاش يعني انا بروح اخبط على البيت بقول له تعالى اتفرج عليا؟ ما بتخبطيش على البيت. لا انا عايز اقول لحضرتك. لا 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 لا
في ستات كتير بترقص محترمه اكتر من ستات كتير قاعده في البيت متجوزه بتعمل اعمال. حضرتك فاهمها كويس قوي. حتى برضه لو احنا شفنا ده بيحصل حقيقي فعلا؟ لا لا لا، حتى لو شفنا ستات ممكن لابسات وبيعملوا ما بيعملوش في العلن زيكم انتوا. انا قلت ما يعني في العلن. المشكله عند حضرتك ان هي انا في العلن. انا برضه مش بعد مش مشكله. في حاجه اسمها عيب، في حاجه اسمها عيب. لا العيب عيب معروف، ما فيش حاجه اسمها علن وحاجه مستخبيه. يعني انا اروح اعمل في الدره يبقى انا كده انسانه محترمه؟ انت ما بتقدميش رساله، انت بتوصلي زي ما قلت قبل كده واصر عليها طلبات الجنس الصريح للمنازل. انت ما بتقدميش رساله، رسالتك ايه في الحياه؟ عايز افهمها. وانا احترمك دلوقتي وانا قاعد. شغلك في ايه؟ تعالي جسمك، تعالي جسدك. هو يعني شغلك ايه بس؟ هو الاستاذ ده بيه قصده يعني انه انا ما اللي بيخلي بيعمل هوس للراجل احسن من موضوع الرقص. في حاجات كتير ما بفهمش في حاجه غير يعني نعرف. انا ما بفهمش في حاجه يعني غير انت لما بتجيب حاجه وتروحي جايبه لها ستاره كده وتلفيها زي الغساله ولا بتاع، مش بتحميها من حتى الذباب ومن العيان نفسها؟ حضرتك ده في فستان على فكره، مش اللبس هو اللي هيخليني اما تعرضي لحمك الرخيص ده للناس. مش اللبس اللي هيخليني محترمه او مش محترمه. لا لا برضه انا بكلمك استاذ نبيل، في فساتين سواريه دلوقتي اكتر من بدله الرقص. تمام، فساتين سواريه دي انا بتكلم مزاجي في فرح او في مناسبه او في مكان. يعني اهو بعري جسمي، يعني بعري جسمي بالعري بتاعي، يعني بعري جسمي. ما هي دي برضه ست محترمه. ايه ده؟ صح ولا كلامي غلط؟ لا انا ما بتكلمش يا ست، احنا ما بتكلمش على احترام ولا مش احترام. لا ما حضرتك بتتكلم ان العري في البدل. يا استاذه تمام؟ يعني انا دلوقتي الاثاره في البدل. احنا مش اتفقنا في الاول انه في محامين وحشين وفي دكاتره وحشين؟ اكيد كل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش. لكن شفت في عمر كريتي المحامين 90% منهم وحشين؟ لا. الاطباء 90% منهم وحشين؟ لا. لكن الرقصات 99% منهم علشان الراجل ما بيغلطش خالص. لا يعني لا انا بقول يا سيدتي من قديم الازل بنطلع الرقاصه في الفيلم وحشه. لا ما هو في الحقيقه وحشه. لا أيوة الحقيقه وحشه. مش شرط، انا بقول لحضرتك في الحقيقه اللي هو اللي بيروح لها لحد عندها. نعم. مش الراجل هو اللي بيروح لها لحد عندها. بس انت عندها ايه؟ وحتى لو راح يتفرج بيتفرج وبيتجوز ازاي؟ ده هي بيتفرج بس عليه وتعمل اساليب ويتجوز ولا اساليب حواء ويرمي مراته. بص لحضرتك، اي ست في الدنيا لو عايزه تجيب راجل بتجيبه، ان كانت رقاصه، ان كانت فنانه، ان كانت ست بيت، ان كانت واحده عاديه. اللوم على الدوله اللي احنا عايشين فيها اللي هي بتعاني من انفصام في الشخصيه زي ما قلت 100 مره. ده على فكره وكلام مش عايز ادخل بس في كلام المشايخ اللي قالوا الرقص حرام زي الخمره بالظبط. ما فيش حاجه اسمها رقص حلو ورقص وحش. يبقى الفن كله مش حرام. لا مش عايزين ندخل في الدين. يبقى الفن كله حرام. بدل هنتكلم في الرقص، الرقص من مشتقات الفن. يا سيدتي يعني ينفع النهارده اروح اقدم طلب لوزير التعليم العالي واعمل اكاديميه للرقص الشرقي؟ رد عليا، ما ينفعش. وده حصل مع الراقصه دينا وانا وقفتها لها وبعت يوميها انذار لفتح سرور ولوزير التعليم العالي قلت له حذاري انه حد يسمع باكاديميه. يبقى ان شاء الله هندخل الاكاديميه دي بالصاجات والرسوم تبقى بالنقطه. ايه اللي احنا فيه ده؟ كل واحد عنده اهل، كل واحد يختار اللي هو عايزه. رب عيالي في طب انا عايزه حضرتك توديهم هناك ليه؟ كل واحد اختياره وكل واحد عنده اهله. انا عندي الوحش وعندي الحلو، اختار ده واختار ده. لا انا ما بتكلمش على عندك، انا بتكلم على مهنة على البني ادمين، على الرجاله اللي استمتعوا الدوله بترخص لها. ما بتكلمش عليك يا استاذ نبيه، هم وجهه نظرهم. طب خلونا الاول ناخد الاتصال ونرجع مع بعض. مياده من اسكندريه. ايوه مياده. الو. ايوه اتفضلي. سامعيني؟ أيوة حضرتك، انا معاهم يعني الكل. انا متهيألي يعني اي واحد عايز يعمل اي حاجه من حقه ان هو يعملها، مش من حق ان اي حد يعارضه. لو يعني يتجوز على مراته في السر و يعني يتجوز على مراته في السر وما يقولهاش هم الستات اللي معاكي دول ما يزعلوش، ويعني لازم هيقابلهم الحلو لازم هيقابلهم الوحش. فانا شايفه ان يعني كل واحد شايف اي حاجه حلوه يعملها لا يعني بس بتحكمنا عادات وتقاليد يا استاذ. شكرا جدا وشكرا. طيب شكرا. لا بتحكمنا عادات وتقاليد. هي حرة في رأيها بس لو بنتكلم على العادات والتقاليد مش في الرأس الشرقي بس. انا برد عليها بس. انا برد على العادات والتقاليد مش في الرأس الشرقي بس. انا برد عليها بقول لها ما فيش حاجه اسمها حد حر يعمل اللي عايزه. عندنا احنا طالما ارتضينا نعيش في بلد اسلامي والدستور بتاعه بيقول ان الدوله المصريه دوله
دينيه مدنيه ذات مرجعيه دينيه، يبقى احنا كلنا نلبس نقاب. أكمل يا استاذ، يبقى احنا نلبس نقاب ونبقى دوله اسلاميه. لا لا لا, 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 لا انا ما ضد النقاب على فكره. طيب انا بقولها لك يبقى في بلدنا فيها حريه شخصيه، انما رجوع في الحريه الشخصيه بحيث ما تتعداش حريات الاخرين. طيب ممكن ولا تجرح ولا يا استاذ نبيه، هي مش بتنزل ببدله الراس في الشارع لو سمحت بقى. هي مش بتنزل ببدله الراس في الشارع. اهدى يا استاذ نبيه. والله في ناس من الرقصات اللي قابلناهم قالوا انا ما اتمناش ان البنت تطلع رقاصه. قالوا اي حد هي حره. هي اي حد يكون قالت كده علشان بنتها ما تشوفش البهدله اللي هي بتشوفها. ايوه انا بقولك يعني انا بتمنى ان بنتي ما تطلعش رقاصه، بس هدخلها في الباليه. مش معنى ان انا كده مش هدخلها في الرقص برضو هدخلها في الباليه. هل الباليه ده مش رقص؟ لا رقص. هل مش هتعري جسمها؟ هتعري جسمها. هل انا مش هقبل بكده؟ هقبل بكده. هناخد الاتصال التليفوني. احمد من القاهره. ايوه مساء الخير. مساء النور. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا. ارحب بالضيف الكرام استاذ نبيه والفنانه عزيزه والفنانه نسمه. انا عايز بس اواجه حاجه صغيره يعني للاطراف كلهم. استاذ نبيه حضرتك بتقول دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها حريه. لا، في حاجه اسمها حريه بدليل ان احنا الفن الرقص الشرقي ده احنا ورثناه عن اجدادنا. كان في زمان الفنان نجوى فؤاد، وكان في كيتي وديمات علوي، وكان في عايز اسالك سؤال اعتراضي. عايز اسالك سؤال اعتراضي بعد اذنك بس. انا ماشي معاك ستيب باي ستيب. اسمعني، ما تبقاش مش واخد كل الحلقه كلها دي. انا عايز ارد عليك في حاجه وهرد على عزيزه على اسمها في حاجه. تمام. الرقص ده حريه شخصيه. بمعنى ايه حريه شخصيه؟ انت لما تيجي معلش تشوف ان في واحده من دول اتولدت في بيئه معلش لا والدتها والدتها متوفيين، او والدتها موجوده متجوزه واحد تاني، ومثلا جوز الام ده اتهجم عليها، سابت البيت راحت اشتغلت في محل ملابس، راجل صاحب المحل بصلها نزلت عملت هنا، بتلجا للحيله دي عشان هي لو عايزه في بنت، لو عايزه في دماغها البنت، هي لو عايزه تعمل حاجه غلط هتعملها، ولو عايزه تعمل حاجه صح هتعملها. اما كون ان حضرتك بتقول ان في الراجل الست بتروح تخبط عليه او الرقاصه بتروح تخبط عليه حد قبل البيت، لا طبعا النظريه غلط. احنا كرجاله، انا راجل وانت راجل، انا كراجل مش هينفع الواحد يخبط عليا. لا، انا ببقى نازل من بيتي، انا رايح اسهر في حته فلانيه، انا رايح عشان فلانه. ليه رايح عشان فلانه؟ عشان انا حابب رقصها وحابب فنها. لكن ما تقولش ان في فنانه كهربيه يبقى معلش بقى دينا تروح تخبط على حد في البيت، ونسمة تروح تخبط على حد، وعايزه تروح تخبط. الموضوع مش كده خالص. انت بتعم الناس كلها. يا سيدي الفاضل بعد اذنك انا اسمعني وبعدين بعلق براحتي. انا برد عليك وبرد على كل حد. تمام. لا انا ما قلتش اللي عندي، انا بس ماشي معاك واحده واحده. انا قاعد بتفرج وبشوف الكلام كل واحد. انت دلوقتي واحده زي فنانه عزيزه فنها محترم وتمام وغيرها وفيتها عبده وغيره وغيره ودينا وكل حاجه. تمام. ما تقولش ان دي مش حريه شخصيه، لان لو هي مش حريه شخصيه يبقى خلاص، يبقى كنا نلغي بقى زمان بعد احترام. احنا زي ما انت قلت بلد اسلاميه، مصر ام الدنيا وكل حاجه، كنت تلغوا بقى زمان نجوى فؤاد وكيتي ودينات علوي، ولا انت ما كنتش موجود ايام الناس دي؟ فدلوقتي صحيت وفوت. انت ترضى لبنتك ولا مراتك تشتغل رقاصه؟ نعم. انت ترضى لبنتك ومراتك تشتغل رقاصه؟ والله دي حاجه ودي حاجه، دي حريه شخصيه. يعني ايه حريه شخصيه؟ هسال حضرتك سؤال، انت ما بتروحش افراح تحضر افراح تقرا كتاب؟ لا، انا في الافراح لما بلاقي رقاصه بطلع. لا والله اسال يعني دينا لما شفتها يعني في الفورم انت طلعت. يا استاذ نبيه بعد اذنك، ما عندكش تلفزيون في البيت وبيجي فيه فيلم فيه رقص؟ ايوه ده موضوع تاني. التلفزيون لو على دي بتحكم فيه غيره. ثواني ثواني، طالما انت بتقول موضوع تاني بقلب القناه لما تشوف رقصه. يا سيدي بقلبها والله بقلبها. ما انا بقول لك بس ما تقولش ده موضوع تاني. لا لا موضوع تاني. انا سالتك سؤال رد عليه بس. انا سالتك سؤال رد عليه زي ما رديت عليه. انا هرد عليك في حاجه، انا هرد عليك في السؤال. اه انت دلوقتي لو جات لك رقصه وات ايفر بدون ذكر اسماء وقالت لك انا عندي قضيه مش تمسكها، هتقول لها ما تمسكش رقصه؟ لا 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 لا، ما بشتغلش في الاداب ولا للرقصات. لا 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 بلاش. من 35 سنه اثبت عليا ان اشتغلت قضيه اداب للرقصات. يا سيدي الفاضل، يا ابو فؤاد عايشه حياه ترزق، انا خدت عليه حكم ثلاث شهور. زي ما انت في محامي محترم، ما في محامي شمال، ما زي ما في محامي. انا قلت لا. على فكره يبقى انت مش متابعنا. يا باشا لا انا متابعك والله وعارف انت بتتكلم فيه. انا معلقت عليك في حاجه بتقول ان الرقاصه بتخبط لحد باب. انا ما قلتش بتخبط، بقول عندها وسائل واساليب شيطانيه بتنزل بيها الراجل على باب البيت وبتجيبه. لا 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 لا، انا ما قلتش بتخبط. انت يابا ما فهمتش. انا قلت الكلام ده. لا يا بيه، والحريه الشخصيه لا تصطدم مع حريه الاخرين، والحريه الشخصيه لا تخالف الاداب ولا النظام العام، والحريه الشخصيه لا تخالف التقاليد المستمده من الاديان السماويه. حلو.
انت بقى حضرتك شايف ان الرقص ده غلط خلاص روح كلم بقى اللي ماسك البلد وقول له ان الرقص ده غلط ما تخليش الوزراء وزير السياحه وغيره يفتحوا المحلات اللي هي الناس بتسكر فيها والرقصات بتسكر فيها وخلاص ومنعها ما تطلعش تعم الناس كلها تقول لك اصل الرقصات عندها تلبها عندها تلبها وانا معاك في النقطه دي في واحده كويسه وفي واحده مش كويسه مش كل ما لابس بدله رقص يبقى هي خلاص ان الست دي مش كويسه وهي بتسحب ده وده انا ده مش موضوعنا النهارده يا استاذ حضرتك ده مش موضوعنا كمان النهارده يا استاذ احمد احنا موضوعنا النهارده بنتكلم عن هوس الرجال بالراقصات بالمثيرات هو ده موضوعنا عايزين وانا قلت عارف كل حاجه دي ليه يا استاذه بسمة يا استاذه بسمة اتفضل في فعلا رجاله انا معاك ان فعلا رجاله عندهم هوس بالراقصات دي حقيقه مع ان لو جيت اتكلم مثلا في ممكن تكون حاجات ناقصه في دكتور في البيت طب من وجهه نظرك يعني انا شايفاك كده حاسه كده انك انت يعني فاهم في الموضوع ده كويس بصرف النظر مش عايزه يعني اعرف انت مين ولا بتعمل ايه تمام بس عايزه اعرف انت هل تعلم انه ايه سبب هوس الرجال بالراقصات والمثيرات هل الضوء ده دايره الضوء اللي هم فيها وبدله الرقص زي ما هي قالت هي دي اللي بتثير الراجل بتجعل الهوس ده وان هو مثلا لما بيبقى في وسط الجمهور اللي قاعد بيتفرج انها اختارته واللمبه طفت عنده واختارته من وسط الناس ما هو ده يبقى انسان مريض عموما بس انت شايف ايه لا انا شايف ان هي فرغت عين من الرجال ما هو فراغه العين دي ممكن تكون على اي واحده اشمعنى اللي بتبقى الست اللي هي المراه المثيره اللي بتبقى مثيره قدام الرجاله وقدام الناس وقدام العالم يا استاذه بسمة 99% من الرجاله بتوع مصر كلهم او ايا كان ايفر عندهم هوس بالرقصات سيبينا بقى من الناس المعاصره اللي في الشوارع ولابسه بنطلون لابسه بادي او براو بتاعها باين والكلام ده لا في 99% من الرجاله عندهم هوس بالرقصات ايا كان لو حتى رقصه كبيره السن طب ايه السبب؟ احنا بنقول ليه؟ ايه السبب؟ هو كده شايف جسمها عجباه شايف ان هي بترقص قدامه مش لا مش جسمها عجباه عشان بتتعمد عمل ايحاءات جنسيه وحركات جنسيه ما طب ما انت كمحامي برضه ساعات بتبقى قضيه كبيره وتحط قد كده وهي ما بتعملش حاجه ثانيه وتقعد وثلاث ايام هو انا بس ده احساس تعبير يا استاذ احمد ممكن ايه يعني انا احنا كده دخلنا معلش لحظه احنا دخلنا كده في انت هل بتتعمدوا فعلا لا طبعا انا في اغنيه يعني مثلا احنا قلنا وعرضنا الاستاذ نبيه لما قلنا له انه الرقاصه مش هي اللي بتجيب الراجل من بيته وتربطه وتجيبه وتقول له تعالى اتفرج عليا تعالى اعف غرامي تعالى اتجوزني لكن هل فعلا في هل انت بتقومي باي مجهود او عارفه ايه سيكولوجيه اللي قدامك ده وبتعملي ايه عشان خاطر توقعي حضرتك في الوحش وفي الحلو لا انا بتكلم انا ما بحكمش على الوحش في رقصات انا ما بقولش ان كله طيب حلو هم العينه السيئه بتعمل ايه اللي هي بتبقى جايبه الراجل ده هو التارجت والهدف بتاعها هي بتبقى مثلا زي اي ما ست بتبقى عايزه تغري الراجل بتبص له بتغريه باي طريقه يعني كل واحده ليها وسيله ايوه اتفضل في فعلا رقصات حضرتك كانت في نقطه مهمه جدا في فعلا رقصات بيبقى عندهم هدف ان يوقعوا الراجل عشان هي في دماغها ان هي مثلا وليكن ايا كان رجل اعمال او ايا كان شغلته ايه عايزه تاخد منه قرشين وتروح وغيره نفس الكلام اللي بتقوله في التليفون ده انا بحبك وحبيبي وانت قلبي وعمري نفس الكلام ده في قال واحد ثاني وثالث ورابع وتجيب شريحه وتطلع تغيرها وتكلم واحد ثاني لا ده بس حضرتك مش كل الرقصات كده مش كل الفنانين كده انا ما قلتش كلهم انا ما قلتش كلهم لا انا مش بتكلم على حضرتك انا برد على استاذ نبيل يا استاذه بسمة في معلش احنا كمجتمع في طبقاتنا اي كلاس ودي كلاس وسي كلاس واو كلاس في رقصات اي كلاس ودي كلاس وسي واو الاو والسي هم اللي بيعملوا ده البي والاي مش محتاجه اصلا يعني ممكن مش عايز اذكر اسماء في رقصه بتاخد في الافراح 30 و40 الف جنيه مش محتاجه ان هي تعمل ده وفي واحده بتاخد 1000 جنيه محتاجه ان هي تعمل ده عشان توصل للاي كلاس انا معاك حاجه زي كده يعني انا برضو يا جماعه برضو كل شويه الموضوع بيحود وانا ارجعه تاني الموضوع يحود وانا ارجعه تاني انا عايزه هل في احقاد جنسيه فعلا لان انا وانا برقص في ناس بتراقبني في ناس من السياحه بتراقبني لو انا بشتغل في اداب كويسه وانا فعلا شايفه شغلها مظبوط ده ما تمنع لا حضرتك السياحه والاداب ما اقولكش شايفين شغلهم مظبوط لا مش مظبوط طبعا انا اللي بقول لك ولا مكتب الاداب حتى شايف شغلهم لا 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 مظبوط جدا جدا لا نعم. لا 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 انا اللي بقول لك احنا مرتبين بالنسبه للبدله والشبكه ولا مكتب الاداب ولا السياحه شايفين نفسهم لا شايفين شغلهم لا شايفين شغلهم عشان احنا لو لبسنا بدله غلط ولو طلعنا الورق بتاعنا بيعملوا لنا محضر وبيبقى فيه مشكله عشان كده احنا بنجدد الورق وبنلبس كويس جدا وبنشتغل باحترام عينه معينه بتشتغل كده انت بتشوفه بقى ماليش دعوه ومفيش رقصات عندهم صحيفه سابق اداب انا بقول عينه معينه ناس معينه يعني حتى الواقع العملي عندنا انا جبت احصائيه دلوقتي حالا
ب 57 في سنه واحده الرقاصه قضايا اداب. قضايا الاداب ايه حضرتك؟ عشان انا بس انا عايزه اسالك يا فندم، يعني قضايا الاداب ايه يعني؟ قضايا اداب، قضايا اداب ايه يعني؟ قضايا اداب وشو مفروش؟ اه ماشي اوكي. انا معايا، احنا زي ما انا بقول لحضرتك مش كل اللي احنا هكملك، بس هكملك ده في ثلاث شهور. يعني مفيش محامين قضيه اداب للرقصات في فنادق وفي كباريهات وفي في لا ثانيه واحده، اللي في كباريهات دي ما بتبقاش قضيه اداب حضرتك، دي بتبقى قضيه بدله. بدله اداب اهو برضه. لا لا، في فرق ما بين الاداب وما بين البدله. يا بستي عارف والله انا في فرق حضرتك محامي كبير وعارف كويس، في الممارسه وفي العري وفي ايوه فما نقولش اداب عشان في ناس في ناس بيفهموا الاداب بطريقه ثانيه. يعني هو الرقص يعني مش انه جريمه، يعني دي عزيزه بتطلع بره بتدرب يعني بره، يعني ايه الرقص مش جريمه؟ في امريكا يعني ايه الرقص مش جريمه؟ انت شايف ان الرقص جريمه؟ انا شايف انه لو في دوله ولا الجريمه، انا ما اكملك اهو، لو في ولا الجريمه. بص يا استاذ، بص يا استاذ اللي احنا بنتكلم عليه وجنون وهوس الرجال يا استاذ اللي لازم يعقله ولازم يبقى فيه انه مش كل واحد يعني حضرتك انا لخصتها لك مش بالرقص بس، قلت لك ثلاث رجل وتعبت بالفن بفنانين كتير قوي بممثلين بمطربين كمان، ما هو كل واحد كتير عنده مرض بشيء بحد معين، فمش يعني. ما احنا مش هنخصص بقى على فكرة الرقص على بس فكرة لو يعني الرقص لو عايزين حرام ما نحكمش على الرقص بس، الدنيا تبقى قد الدنيا نشيل الرقص، نلغي الرقص والخمور والقمار. ده احنا عندنا مصيبه كمان. لا احنا اقول لحضرتك احنا في حاجه الحكومه المجنونه اللي القانون بينام في الاسد. نعم نبقى ام الدنيا نلغي الفن. نعم. كله من الاساس المفروض المفروض ليه؟ ليه؟ لانه احنا دوله زي ما قلت، وانا قلتها على فكره لمسؤولين والوزراء وقلتها في قلب مجلس الشعب، احنا بنعاني من انفصام في الشخصيه. ليه؟ لانه دستورنا المحترم بيقول كلام وقانوننا تابع لقانون العقوبات الفرنسي اللي عاداته وتقاليده غير نحن. هل تعلمي يا استاذه بسمه انه قانون المصنفات الفنيه المفروض يتلغي؟ هل تعلمي انه قانون العقوبات بيبيح الخليل والخليله؟ هل تعلمي انه قانون البغاء بيسمح بالبغاء؟ قانون البغاء ماده 9 فقره ج اللي بيعرف الدائره. هندخل بقى في تفاصيل. ما انا بكلمك اهو، ما ده سبب البلاوي، ما ده سبب البلاوي، ما ده سبب البلاوي. المفروض ان احنا ما نلغيش الكلام ده وما نلغيش الراس، احنا المفروض ننظف دماغنا ونتعلم ازاي نلغيه طبعا طالما حرام. لا 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 طالما حرام هنلغيه. نكرم الناس. لا لا نلغيه يا استاذ، انت قدامك نلغيه يا استاذ والحلو نلغيه. وانت مصر لن تاكل بثديها مره اخرى، مصر لن تاكل بثديها مره اخرى. بقول لحضرتك مصر دولة محترمة. لا 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 بقول لحضرتك ايه، احنا بنتعير بيكم زمان، احنا بنتعير بيكم زمان كانت بتتعير برقصات كده وبتلبس عريان وكان مفيش اصلا. اهدى بس، انا عايز اقول لحضرتك ان بره يا استاذه بس احنا بنتعير بيهم بره حضرتك. طيب في سفراء بره بيرقصوا، في سفرات بره بتتعير بشغل الهرم وبالفنانات بتتعير بيه الكلام من بره مخصوص. ارجعي ارجعي لعيد رمضان اللي فات، لرمضان اللي فات تتعاير الدراما اللبنانيه، الدراما اللبنانيه قالت لك انه مصر بقت دراما الدعاره. الدراما اللبنانيه لما جابوا الرقصات في شهر الروحانيات قال لك ده 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 مش كلامي، لو رجعت لشهر رمضان اللي فات هتلاقي تصريحات من المسؤولين اللبنانيين اللي في الدراما اللي لبنان اصلا المقارنات فيها سهله بيعايرونا احنا بالفنانات. يا استاذ الناس لما بتنزل مصر بتنزل عشان السياحه وعشان تتفرج على راس الشعري. عشان ما ده كارثه، ما ده كارثه. كارثه ليه؟ ده كارثه. ليه؟ ده احنا بنجيب سياحه للبلد. تجيبوا سياحه انتوا العالم الرابع، ما ده على فكره سبب غضب ربنا علينا انتوا. ومين قال لك ان ربنا غضبان علينا؟ من ايام الفراعنه بقى البنك اللي احنا فيه من اتبع هداه فلا دين ولا شر. ده عشان مخنا متركب شمال. ومن اعرض عن ذكري فان له عيش. ده عشان مخنا متركب شمال. لا لا في ناس بتتكلم بطريقه دي يبقى مخنا متركب شمال. سبب البلاوي اللي فيه احنا سبب يعني سبب العري والجنس والهلس في الدراما وفي الرقص احنا البلاوي اللي احنا فيها. لا 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 كله بقى ما نقولش الرقص بقى كله. والله الرقص اول حاجه. الرقص اول حاجه. يمكن الرقص اول حاجه. الناس اللي بتلبس صعبية اكتر من الرقصات. وبتتاجر بالدين وتتجوز بنات صغيره انا ضدهم طبعا. انا ضدهم طبعا. طيب ممكن انا هضطر اطلع فاصل، وبعد الفاصل في يعني ستات هيحكوا قصصهم مع خيانه ازواجهم ليهم مع ستات ثانيه بدون اسباب. خلينا نشوف. السادة المشاهدين، المفروض كانت الفقرة دي ان احنا معانا حالات وزوجات
أزواجهم اتجوزوا عليهم راقصات، وكان بالدليل وبالأسماء وكل حاجة، بس الحقيقة في الفاصل كانت عزيزة ونسمة كانوا زعلانين جدا أنه الفقرة انتهت وهم ما قالوش اللي عندهم وما دفعوش عن موقفهم. وأنا الحقيقة متعودة دايما، لحظة يا أستاذ نبيه، متعودة دايما أنه أدي لكل واحد حقه ووقته للآخر، وعلشان كده أنا لغيت الفقرة دي استجابة لطلبهم، وبعتذر للضيوف الفقرة دي، وحنكمل فقرتنا دي مع بعض وكل واحد يقول. بس أرجوكم، أنا مش عايزة أخرج عن مسار الحلقة، أرجوكم هعيد تاني مسار الحلقة بتاعتي ورسالتي النهاردة. الغرض من الحلقة النهاردة إني عايزة أعرف هوس بعض الرجال بالراقصات والمثيرات. تفضلوا، كنتوا عايزين تتكلم؟ أنا بس عايزة أرد على أستاذ نبيل إن هو طبعا داخل في الرقص الشرقي، يعني إن الرقصات دي ما تصلحش لشيء أبدا. فليه إحنا ما نصلحش لشيء أبدا يعني؟ انت طبعا عايز البلد تشيلنا من الجذور، مش البلد اللي تشيلكم من الجذور. انا إيه؟ بتكلم على ثوابت وطنيه وثوابت دينيه وثوابت اخلاقيه، ما قلتش تشيلكم من الجذور. لا حضرتك قبل حاجه تانية قلت كده، قلت ان احنا البلد المفروض تلغي الفن وتلغي الرقص وتشيل. لا 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 لا، في فرق. انا على فكره اغلب الفنانين اصدقائي، بس في فرق بين الفن، في فرق بين الخلاعه والابتذال والوقاحة والسفالة. لا لا لا، خلاص؟ حضرتك ما تغلطش. لا مش انا يعني ما اتكلمتش عليك، يعني ما اتكلمتش عليك. لا انت بتتكلم على الدراما عموما. لا مش على الدراما، ابتذال على الرقص. الفن عموما. الفن في ابتذال وفي انحطاط وفي وقاحة. في في زي محمد فيها ابتذال وفيها انحطاط وفيها وقاحة وفي احنا يعني في كل حته كده. احنا هنا في مصر في اي مهنه فيها ابتذال وفيها انحطاط وفيها وقاحة. الفن من الستينات كان راقي، حتى الاغراء كان راقي. خلاص وصلنا المرحلة، وصلنا المرحلة ان احنا بنتعاير بالفنانات بتوعنا وبشرع الهرم. ايوه يا استاذ، احنا مش عايزين عموما. ده هوس الرجال بالراقصات. هوس الرجال، ما انت مش عارف هوس الرجال ليه. ليه يعني؟ في انسانه عاديه وفي انسانه مثيره. أيوة. انا ليه يا استاذ نبيه؟ انا اي واحده بتلبس عريان بتبقى انسانه مثيره. لحظه من فضلك، انت ليه ضيفنا النهارده؟ لانك محامي وعندك قضايا كتير، سواء انت اللي مريت بيها او غيرك من زمايلك، وعندك فكره اكيد اترفع قضايا من زوجات كتير على ازواجهم. طب انا وديتك الاحصائيه بتاعت الاحوال الشخصيه. طب قول لنا بقى فكره الاحصائيه بتاعت الاداء. وفيد المشاهد، انا عايزه المشاهد. ما المشاهد هو ما استفادش لسه، ولسه المشاهد ما استفادش. زمان الدنيا كمان ما فيهاش ميديا زي دلوقتي. زمان اللي كان بيحصل. انا لو انت هتتكلم انا هتكلم، لا المشاهد هيسمع ولا هنستفيد. لا اللي بيحصل دلوقتي والله الفني لاعب في شلاتين وحلايب. اسمعني عشان تفهمي. بيحصل دلوقتي بيحصل من زمان، بس زمان ما كانش فيه ميديا، فكانت الصوره بتتنقل بشكل كويس وشكل نظيف، اوكي، علشان الناس تتعلم والناس يبقى شكلها حلو. لما كانت في واحده بترقص اخلاقها مش كويسه او ايا كان التصرف، اوكي، كانت الناس كلها بتركز عليها، فمعنى كده اللي بترقص دي حاجه زفت عشان طريقه لبسها. دلوقتي عشان العالم كله مفتوح على بعضه، انت شفتي انت دلوقتي انت راضيه عن اللي بيحصل في الرقص الشعبي والشوارع؟ يعني هو موضوع انت كراقصه، انت كراقصه. لا لا، ما انت بقول لحضرتك اي حاجه فيها وش فيها حلو. لا احنا كل حاجه لقيتنا عايزين نرقص. اما تقعد الرقاصه على حجر الزبون في الفيلم. لا 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 لا، احنا حجر فرح ايه حضرتك؟ لا عيب تقول الكلام دوت. لا ما هو موضوعنا الاثاره. لا موضوع الاثاره بس انت كده بتشوه. لا هو ده سبب شوه الهوس الجنسي. انت بتشوه الرقصه اكتر ما هو مراته ما بتعملش كده. نعم مراته ما بتدلعوش وما بتعملوش كده. ما المفروض تكون غنيه في البيت، المفروض اي زوجه تكون غنيه في البيت. ودلوقتي في دول زي لبنان عملوا بدله الرقص مع قائمه المنقولات الزوجيه عشان برضه نبعده عن لا عشان مراته بترقص لمراته مش ترقص للناس. لا اللي عملوا البدله ليه بقى؟ قائمه الزوجيه. ما بتعرفش عشان الراجل بيحب يتفرج على الرقص الشرقي. ما بتتكلمش بجسمها. لا عشان هو بيحب يتفرج على الرقص الشرقي. ان في واحده رقاصه
قتلت راجل او ست قتلت جوزها وقطعته حتت عشان مسكته مع رقاصه. لا انا سمعت ان في ست عاديه جدا وراجل عادي جدا وقتلوا بعض بسبب الموضوع ان هم ناس عاديين مالهمش دعوه بالرقاصه. ما هي اصلا مش هتلحق يتقطعوا لانه خربت بيته خلاص. اللي خرب بيته عشان عقليه ممكن تخرب بيت اي مختلع عقليه. انه الراجل المهووس بالراقصات ده وعنده الجنون ده والانجذاب ده بيبقى مختل عقليا. مختل عقليا يعني اي حد يعرفك مختل عقليا؟ انا عشان انا حلوه. يعني مختل عقليا احنا مش عم بتكلم على الحلاوه. لا انا بتكلم حضرتك بتتكلم في نقطه ان في ناس انت بتقول ان يعرف الرقاصه يبقى مختل عقليا. لا دي بتقول نوعيه معينه. لا احنا بنتكلم على الحلاوه. انتوا برضه بتلفوا الدوروا قلت لك من البدايه احنا ما بنلفش ولا جميع الاساليب الدنيئه اللي بتستخدمها الرقاصه هي اللي بتصطاد بيها الرقاصه. يعني هم كل الرقاصات كل الرقاصات بيستخدموا الرقاصات. انت كده بتتكلم كفن عامه. انا بتكلم على الرقاصه. لا لا مش الرقاصه بس الاساليب الدنيئه في بقى في طرب في تمثيل وفي فن كتير قوي. زي ما قلت لك في تنازلات من الرقاصه وفي لحم رخيص بيتعرض. طيب وفي عدم حياه. اللحم رخيص على راجل لابسه بدله. في راجل بيبيع نفسه برضه يا رخيص. مش في راجل بيبيع نفسه عشان يوصل لاي حاجه ولا هو كل حاجه ست؟ لا احنا في يحصل طبعا. احنا بنتكلم في ستات عاديات جدا. طيب عايزين ناخد الاتصال التليفوني لو سمحتوا ونهدى. الو انتوا اللي مش فاهمين كل ده برضه هادي. امال معصب هتعمل ايه يا استاذ نبيه؟ اهدى. انا زي الفل. هاتوا له واحد ليمون. ولا شفنا منكم حاجه. الو الو هاتوا واحد ليمون للاستاذ نبيه. اتفضلي هناء. الو مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا هناء. اهلا وسهلا. مساء الخير عليكي وعلى ضيوفك. خليني في البدايه بس اقول لاستاذ نبيه حضرتك مزود الموضوع زياده عن اللازم جدا. وهجومك على الرقص هجوم داري مش شايفه له مبرر. وبيقلل كمان يعني من انت بتنولي من سيدات ليهم تاريخ. يعني لو جينا نبحث في تاريخ الرقص من زمان شويه هنلاقي الفنانه دحيه كاريوكا دي ما كانتش ست مبتذله. ده كان لها دور نضالي وكانت ست يعني ما شاء الله عليها. يعني او 13 راجل اتجوزتهم. في ستات كتير. نعم اتجوزوهم في الحلال مش في الحرام. ده اسبابك مصلحه الوقت. لو سمحت اسمعني. لو سمحت انت في سبيل الشرع بتاعتها متخلص كلامي. وبعدين لا اتجوزتني اقول ما قلتش ماشيه معايا دلوقتي. انت المفروض تسمعني لما اخلص كلامي. انت بتتكلم خليها بس انت بتتكلم لوحدك. محدش يرد عليك. لما برد ما يتكلموش لو سمحت. طيب دلوقتي حضراتكم بتتكلموا ايه سر هوس الراجل بالست الراقصه او المثيره؟ باختصار الكلام لو كانت مش عايزين نجيب سيره راقصه. لو سمحت لو سمحت لو سمحت حضرتك حضراتكم بتسالوا ايه سر هوس الراجل بالست الراقصه او المثيره او راجل او رجاله معين؟ ما هو لو كان لقى الست بتاعته رقصت له في البيت ما كانش راح يحب رقصه ولا كان اتجوز على رقصه. اذا ان الرقص يبقى اذا ان الرقص ده جانب مهم ممكن تستقيم بيه الحياه الزوجيه. ازاي تقلد فن؟ يعني هي معلش معلش يعني هي المنقولات لازم يبقى فيها بدله رقص. يعني هي الست. لا قلت كده. لا ما قلتش. قلت كده. لبنان لبنان انت ما فهمتيش. لا لا حضرتك بقول لبنان. احنا مالنا ولا فين؟ انت بتتكلم كمان. لو سمحت عليا انا هكتب ليه؟ انا بقول لبنان دلوقتي عملوا بدل الرقص القائمة. ومصر كمان عملت. انا الحمد لله ما اعرفهاش. لا مصر عملت. يعني انا لو عملت مش هينفع الحوار كده بالمنظر. لا لا اصل بتكذبني وانا زي ولادي. لا انا كدبتش حضرتك. ما اقدرش اكذب حضرتك. لو سمحت يا استاذه الحريت اللي على التليفون يعني انت شايفه انه الست المتزوجه الزوجه اذا ما رقصتش لجوزها في البيت تفرجي واحده بتعرفش ترقص يروح يتجوز عليها يعني يرقص؟ انا ما بقولش ان ده مبرر. حضراتكم بتسالوا ايه السبب اللي بيخليه يروح. انا ما بقولش ان ده مبرر. في فرق بين ان انتوا بتسالوا ايه السبب اللي بيخليه يروح وهل السبب ده مقنع او غير مقنع. ما الناس دعوه دلوقتي هو سبب مقنع او غير مقنع. احنا بنتكلم ايه السبب اللي بيخليه يروح. ان هو مفتقد الجانب ده في الست بتاعه فهو بيضطر يشوفه بره. خلاص احنا كده عرفنا السبب. طيب دلوقتي هل الرقص الاستاذ نبي خرج من القصه ودخلنا في ابتذال وفي خربت بيوت وفي لا الرقص ده فن ليه تاريخ من ايام الفراعنه موجود. هو خلاص الروح من هجوم واطفال الجسد. الرقص ده حاجه بترفع الروح في السماء حاجه معنويه ولا مش معنى الله. ما عندنا رقصات مرقصات متعلمات يا جماعه وعندنا رقصات طبعا ناس بتفهم طبعا ناس طبعا ناس طبعا في الاواخر ايه بتعمل؟ لا لا إيه لا مش متعلمات على فكره. لا وفي لا في كتير متعلمات. كلهم ما متعلمات. لا انا هقول لك في كتير متعلمات. انا هقول لك على بكالوريوس وعلى ليسانس كمان. انت ما تقبلش ان الست بتاعتك ولا اخت
اختك ولا بنتك ترقص غيرك بيقبل، انت ايه مشكلتك مع اللي قابل؟ معلش انت متهاجم اللي قابل ليه؟ طب انا عايز يعني اسال سؤال، يعني واحد قابل يشغل مراته في الدعاره نقول يسيبه حريه شخصيه؟ لا 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 أنا عايزة أسأل سؤال أنا بقطع عليها طرع الحرية الشخصية طيب. بس أستاذ أنا اعترضت على حتة العيارات هو أنا ممكن ينفع أكمل حوار؟ أنا عايزة أسألها سؤال ما أنا عايزة أرد عليها لو سمحتي حاضر لحظة بس لو سمحتي يعني أنت خلينا نرجع برضو الموضوع عشان عايزة أستفاد من الحلقة دي والناس تستفاد أنت شايفة هسألك الأول هل أنت موافقة أن فعلا في بعض الرجال عندهم هوس بالراقصات والمثيرات والعاريات في طبعا في انت شايفه ايه السبب هل تعلمي السبب سيكولوجيه الراجل دي ايه اللي بتخليه يبقى كده ميولهم كده في واحد يحب ميوله عن بطريقه تانية خالص مختلفه الراجل عن بالنسبه له امراه واحده لا تكفي مزاجه كده هو ربنا خلقه كده انت بتقولي لو ما رقصتلوش في البيت لازم ترقص له في البيت اذا ما رقصتش في البيت ما ينفعش انا ما قلتش لحضرتك لو ما رقصتش ما ينفعش انا بقول لك هو ممكن بيكون بيروح عشان مفتقد الجانب ده في بيته ما قلتش ان هي لو ما رقصتش تبقى ست لا تصلح ويطلعها ويرميها في الشارع انا بفهمكم بيروح ليه لانه مفتقد ده في بيته هي لو بتبحث عن الكمال ولو بتبحث عن الرضا تحاول قدر الامكان انها تملى الجزء ده انا ما قلتش ان هو اللي بيعمله صح بس الراجل ربنا خلقه خلقته ان هو بيستوعب في حياته واحده واثنين وثلاثه واربعه وعايز يشوف فيها أيوة كل حاجه واحده واحده لكن مش في بعض الرجال كتير بنسبه كبيره بينساقوا على الجسم والبدله زي ما هي عزيزه قالت طبيعي التكوين الشخصيه يا استاذ يعني طبيعي التكوين الشخصيه ممكن يتجوز اربعه ربنا مهيئه بكل كده احنا ما عندناش اعتراض على التعدد ولا بنتكلم في التعدد احنا بنتكلم على سيكولوجيه الراجل اللي بيحب الست اللي عريانه من الاخر ايه اللي بيحب فيها لابسه بقى حضرتك بدله او غير بدله هو بيحب كده مش شرط البدله ممكن ابقى لابسه فستان يعني وخصوصا عريان اكتر من بتكلم مش الراجل العادي مش على انا مش بتكلم على الراجل العادي كمان شكرا استاذه هناء انا بتكلم مش الراجل العادي بتكلم الراجل اللي عنده منصب وسلطه وما يخافش عليهم ما هو اللي عنده منصب وسلطه ده بني ادم طب انا عايزه اسالك سؤال هل تنكري انه زيجه الراجل اللي بيبقى عنده مسؤوليه وبيبقى عنده منصب وبيبقى عنده اسره وبيبقى عنده اولاد لما انه يسيب مراته او ان هو يتجوز على مراته راقصه مش ده بيأذيه مع احترامي للراقصات هو ما بصش ان ليه لكن ما يناسبوش ماشي بس هو عمل كده هو بني ادم هو شايف ميوله. فيها هي دي ميوله هو شايف فيها الحاجه اللي ما لقاهاش في بيته انا اظن انه في اجابه ثانيه ومستنياها وما لقيتهاش لحد دلوقتي هناخد ايمي اتفضل بس مكالمه الو ايمي من القاهره اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا استاذه بسمه اهلا بيك ازي حضرتك انا معجبه جدا ببرنامج حضرتك شكرا انا دكتوره فضل. مهندسه ديكور اتفضل اهلا بحضرتك دلوقتي انا عندي سبب يعني عايزه اتكلم في نقطتين النقطه الاولانيه هتكلم فيها والنقطه الثانيه هي عتاب لحضرتك خلاص اتفضل بس يا ريت حضرتك تديني فرصه ان انا اتكلم معاكي جدا اولا دلوقتي فضل. حضرتك بتتكلمي على هوس الرجال للراقصات هل احنا بنتكلم دلوقتي على الراقصات اللي هي بترقص بجسمها وما في راقصات بترقص بالكلام في راقصات بترقص بعنيها في راقصات بترقص يعني مش شرط احنا دلوقتي احنا اول دوله الست للراجل اول دوله في العالم نسبه الطلاق عندنا بقت عاليه خلاص هل كل المطلقين مطلقين بسبب الراقصات مطلقين بسبب الراقصات المطلقين بسبب السكرتيرات بسبب ممكن دكاتره زمايلي ممكن مهندسين ديكور زمايلي ممكن مش شرط بسبب الدكاتره عملنا وقلنا النساء المثيرات بالظبط عشان نكون واضحين اكتر ما هي الستات عامه في ستات ما بترقص ما يعني مش راقصات بس بتعرف ترقص كويس جدا باساليب ثانيه خالص مش ببدله رقص ولا بجسمها ولا ان هي تقف على مسرح وترقص والكلام ده كله طب ما هي راقصه الباليه بتلبس لبس عريان جدا ومش مثيره ولا اي حاجه وبرده في ناس بتنتقدها بس انا دي اول نقطه تاني نقطه طبعا انا يعني انا بلوم على حضرتك ان المفروض ان حضرتك لما تجيبي حد فنانين حضرتك تجيبي ناقد فني قصاده مش محامي يعني انا يعني مع اعتذاري للاستاذ أيوة معلش على العموم عايزه افهمك على حاجه اتفضلي انا كنت عايزه ادخل من ناحيه الاجتماع لانه المحامي بيبقى عنده كتير اجتماعيات من وسط الاسره
فانا كان نفسي النهارده وفعلا ده ابتدى بيحصل دلوقتي لما احنا ابتدينا نهدى ونفكر وكرجل وان هو عنده عادات وتقاليد ومحامي كمان انه بيجي له قضايا كتير زي دي ونماذج يقدر يحكم ويقول رايه بس هقول لحضرتك على حاجه بس هقول لحضرتك على نقطه استاذ نبيل قبل كده اتكلم برضو في حته موضوع الرؤيه والاستضافه فكان بيهاجم الامهات فهو ضد المراه انا اللي شايفاه ان هو ضد المراه عامه سواء رقاصه سواء دكتوره سواء مهندسه سواء يعني هو كان ضد الامهات خالص خالص يا بنت الناس الامهات خالص يا استاذه هناء خالص انا لا انا دكتوره ايمي الدكتوره ايمي يا دكتوره ايمي انا خالص مش ضد المراه خالص لان قلت الاستضافه سواء كان للرجل الحاضن او المراه قلت ما لا يضير الام الحاضنه او الرجل الحاضن الاستضافه لمده يومين لابنه عشان صله الرحم وعشان الاسره تطلع سويه ما تطلعوش متعقدين صله الرحم ازاي حضرتك وفي رجاله اكمل بس اكمل يروح لمرات اب ازاي حضرتك اكمل 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 يعني وفي رجاله عايزين وانا معاشرهم وعندي قضايا مختلفه بالنسبه لهم عايزين الحرق ببنزين وسخ طيب وفي ستات عايزين الحرق بنزين اوسخ منه بلاش بس الالفاظ دي انا بقول لها بس انا بتقولي انت ضد المراه ايه مش ضد المراه شكرا انا مع المراه الملتزمه المحترمه الوقوره انما انا ضد انصاف الموهوبين طيب. والدخلاء على الفن طيب معانا اتصال تليفوني الفنانه المعتزله صفوه مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا ازيك يا بسمة عامله ايه يا حبيبتي اهلا وسهلا طبعا مش عارفه اتكلم اقول ايه بس انا متضايقه جدا 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 من سياق الحلقه استاذ نبيل مفروض يبقى يعني انا مش فاهمه هو بيهاجم الراقصات ولا هو بيهاجم المراه بشكل عام الراقصه لا هي داعره انا معتزل على فكره واخد الشكوى دي عامه يا استاذ نبيل منك اتفضلي يعني الالفاظ اللي بيقولها يعني المفروض ياخد باله شويه الراقصه لا هي داعره ولا هي اللي بتخلي الراجل تخبط على الباب ولا تجيب الراجل ولا مش عارفه ايه ولا الحاجات اللي هو بيقولها دي مش منطقيه اطلاقا وفي رجاله كتير جدا 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 بتتجوز زيجة تانية وزيجة تالتة ومن ورا مراتاتهم علشان هو عاوز يتجوز هو وليه راقصة ممكن تكون مطربة ممكن تكون وبعدين عايزة نرجع شوية كده ورا ونتكلم عن تحية كاريوكا ما كانش بيروح لها رجال ده كانت أم كلثوم نفسها بتنزل عشان تتفرج على فن تحية كاريوكا ده رأس شرقي ليه قيمة وفي العالم كله دلوقتي بقى يدرس الرقص الشرقي والاثنين اللي قاعدين قدام حضرتك انا ما قابلتهمش قبل كده بس بيدربوا بره الرقص الشرقي وده حاجه ذو قيمه مش احنا مش هنحطه في منطقه بس اللي يقول لي كام راقصه اتعمل لها اداب والراقصات اداب لا 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 الكلام ده مش منطقي ومش صح ومن فضلك يا استاذ نجيل من فضلك طب يعني انا هجيب لك صوره رسميه مختومه بالاحصائيه نعم انا هجيب لك صوره رسميه مختومه بالاحصائيه يا استاذي الفاضل ما ينفعش الطريقه اللي بتتكلم بيها دي خالص 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 انا ما اتكلمتش انا ما اتكلمتش شكرا حاجة غلط. شكرا الفنانه المعتزله صفوه بس كله مركز مع احترامي انا ما كنتش عايز اجيب سيره رقصات ميتين مع احترامي لكله عمال يركز على تحيه طبعا مذكور محسن محطيكم يعني الاستاذه تحيه كاريوكا جوزت 13 مره وده مش عيب ما يعيبهاش لكن اللي يعيبها انه اسلمت ونصرانت وتجوزت مسلمين ونصارى اكتر من مره طب خلاص برضو ده مش موضوع برضو مش عايز اتصال تليفوني سمير ايوه طيب الخط قطع طيب يعني عايزه كلمه اخيره انه هل يعني عايزه اسال الاول يعني بصراحه هل لو اتعرض عليكي مثلا يا نسمة انه رجل اعمال بيجي او حد مركز وعنده فلوس وجيت بيجي يتفرج عليكي وانت بترقصي وبأعجب بيكي وعنده هوس بيكي وانت عرفتي ان ظروفه انه متزوج وانه عنده اولاد وعنده منصب حساس وممكن انك انت يخاطر بزواجه منك قبل ما تجاوبيني ارجوكي فكري كويس وجاوبيني بصراحه تمام اوكي هو الموضوع مش راجل له مركز نفس السؤال ليكي يا عزيزي انا ماليش دعوه بمركزه
لان انا بني ادمه في الاول وفي الاخر، وانا هتكلم عن نفسي كبني ادمه. انا عشان ارتبط بحد او اتجوز حد لازم يبقى البني ادم ده انا بحبه، هو عنده هوس بيا انا ماليش دعوه. في ناس كثيره ممكن يكون عندها هوس، بس انا هعاشر بني ادم. ولو ده ممكن ياذيه في حياته وفي شغله وفي اسرته. لا هو هيأذيه. انا لما هفكر ان انا اتجوز حد. انا سؤال ثاني، ليه الزيجات بالرغم من هوس الرجاله ما بتعمرش من الرقصات؟ مين ليه هم نفسهم ما بيعمروش؟ مين حضرتك في جواز عادي مش من الرقصات وما بيعمرش؟ اغلب الرقصات بيتجوزوا اكتر مره. لا ثانيه واحده، في كتير من الجواز العادي 13 مره. معلش ما انا في ناس بتتجوز عادي جواز عادي وما بيعمرش برضه، مش شرط. لا لا بس غالبيه الجواز من رقصات لا هي بتستمر معاه ولا هو بيستمر معاه. لا عشان حكم فنها. صفقة. لا. صفقة لمدة معينة. لا 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 مش صفقة. لا. عشان بيبقى هي بتبقى ملتزمة بشغلها، فهو بيحس ان هي بتتفرغ لشغلها اكتر منه. ما هو عارف ان بتهتم بده اكتر منه. مش عشان ده. لا عشان هي مصطفى في ناس متجوزة وبطلت راس وقاعدة وفي محترمة وقاعدين في بيوتهم ما فيش اي حاجة خالص. معانا اتصال تليفوني الاستاذ عصام عجاج المحامي. اهلا وسهلا يا استاذ عصام. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل وفعجلة عشان وقتنا معلش للاسف خلص. طيب تحياتي للساده الضيوف، وبس انا ليا كلمتين. ايوه اتفضل. انا عايز اقول احنا ليه بنغالط الحقيقه؟ ليه بنكابر؟ يعني احنا مش هنتكلم في ركن الدين، ركن الدين ما فيش شك فيه خالص بان العري معاقب عليه شرعا، يعني 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 امر محتوم. امر ما فيهوش اي جدال. هنتكلم بقى في الناحيه القانونيه والناحيه الاجتماعيه. من الناحيه القانونيه عايزين الاجتماعيه، يعني عايزين نعرف يمكن من خلال تجاربك عشان وقتنا خلص، فعايزين نعرف اكيد تمريت بقضايا كتير، ممكن تقول لنا حكمك ايه؟ سؤال بسيط يا دكتوره، سؤال بسيط. شهاده الراقصه امام المحاكم، كم قضيه تم اسقاط الحضانه عن الام بسبب انها تعمل رقص؟ بالظبط. هذا امر اخر. الامر الثاني، لا ده علشان احنا مجتمع ذكوري حضرتك. وراضي ذكوري برضه. خلاص احنا مجتمع ذكوري. سيب الراجل يتكلم، انت محافظين الكلمتين خلاص. هي مراتك بتتكلم، انت عايز تتكلم ومردش عليك. اهدي خلي الراجل يتكلم. لا حضرتك اللي منه ده راجل عالم، هتستفيدي منه، راجل قانون محترم. طيب ممكن نسمع؟ تستفيدي منه. اهدي اتفضلوا. الامر الثاني مش هينفع الحوار بالمنظر ده ابدا. يا دكتوره اتفضل. الامر الثاني، حضرتك عايشه في عماره ماشي وفي حي سكني على مستوى الاسره الكبيره والصغيره، كم رقصه في العماره عند حضرتك؟ كم رقصه في العماره اللي فيها رقاصه؟ لازم طبعا يا شيخ. لازم نقننها احسن. ليه نقننها؟ ونطلع كلنا رقصات. عشان ده فن. فن زي اي فن. هابط. فن لا فن محترم فن جدا. فن عريان. فن محترم فن جدا. إسارة. فن لا فن لا ما فيهوش فن خراب بيوت. لا 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 حضرتك بقى انت يا عم. انا اهو سكت تانية خالص. سكت انا اهو يا استاذ نبيل. والله ما اتكلم عشان اسمعك لانه نفسي اسمعك يا استاذ نبيل. انا عايز اتكلم بعقلانيه اصلا. احنا اتهموا دولت. انا بقول لا لا نلومهم. يعني في مهنة فرضت عليهم. في لوم للراجل. مهنة فرضتها عليهم الدكتور. يا دكتورة أرجوك يا أستاذ عصام، مش عايزة أقفل على المكالمة لأنه الهوا خلاص خلص. معلش حضرتك في عجالة أرجوك اتفضل. أنا بقول إنها دي مهنة يا دكتورة تم فرضها عليهم، ولكنها بالقطع هي مهنة مبتذلة وضيعة. مفيش حد يكابر في هذا الأمر. سيبك اللي هم بيتكلموا. مين فينا الاستاذ احمد احنا سالنا سؤال وما ردش عليه، هل يقبل ان تكون بنته راقصه او امه او امها راقصه؟ انا عايز تشوف حضرتك اعملي استفتاء للمجتمع. اي حد يقبل ان يكون بنته راقصه؟ يا استاذ لو حضرتك لو اللام على فكره ما ينفعش لحضرتك، ما ينفعش يبقى حضرتك محامي وراجل مثقف وراجل بتخش وتشوف القضايا وتتعامل مع الناس وتقول الكلام ده. الكلام ده ممكن يقوله واحد مش واعي، راجل على قد حاله فما عندوش خبره. لكن انت لما تتكلم الكلام ده ما يصحش. المفروض ان انت بيقابلك ناس عندها ظروف. عشان ايه حضرتك اشتغلت قبل كذا؟ يا حضرتك هتقبلها؟ هي مهنه فرضت عليك. انت حقك ده بيدافع عنكم. بيدافع عنكم. ايوه بس هو في الاخر برضو بيقول دي مهنه مبتذله وضيعه. مش هو
ده المحكمه اللي قالت منع وضيعه واسقطت الحضانه، المحكمه قالت منع وضيعه ومنع شهادته، المحكمه اللي قالت منع وضيعه. يبقى البلد مش هتلاقيها يا جماعه مش هينفع الحوار كده. المحكمه نقول لها لا ادي حكم ثاني. لا حضرتك المحكمه ما لهاش دعوه. مش هينفع يا جماعه، ما بقاش برنامج ده، ما بقاش برنامج، مش هينفع كده. لا يا زعلان محدش سامعك والكلام راكب على بعض. انا برجوك، انا بتكلم في البلعة، مش هينفع. حضرتك الافلام اتغيرت، ممكن تهدوا من فضلكم، مش هينفع كده. شكرا للاستاذ عصام. والله دي الراجل بيتكلم بس بموضوعيه وبعقلانيه. حضرتك انت مستقبل الكلام بتاعه عشان هو يعني باصت حضرتك في الكلام. ما اللي باصتك انت رديت عليه؟ لا باصت حضرتك في الكلام. مش باصت ده الحقيقة، عشان انت متجاوب طيب. معاه هو في الكلام ده، هو راجل بيتجاوب طيب. بس عشان هو راجل فهو انت متجاوب معاه. من كل الاطراف اللي موجوده، انا يعني انا كان نفسي النهارده انه انا بصراحه برضو ما طلعتش بنتيجه مجديه قوي لسؤالي، انه هي حضرتك النتيجه هوس الرجال بأي ست جذابة، مش شرط بأي ست جذابة مثيرة اللي هي اللي مش عادية اللي عندها عري مش طبيعي، مش شرط بقى ان هي لابسة بدلة. معلش والله انا خدت الف كلمتين وانت ما خدتش بالك. قلت لك ده نهاية رجل وعري مرأة. عري مرأة بقى ان هي طيب. اي اشارة انا هقول لك اكتر من كده يعني مش عايزة اطلعلك لو سمحتي. انا بشكركم جدا، وفي نهاية حلقتي هتكلم مع كل واحدة بتحب الشهرة وعندها جنون الشهرة، ومش انها مش مهم انها تتشهر ازاي حتى لو على حساب كرامتها. الشهرة لازم تيجي بكرامة. هتكلم مع كل راجل عامل علاقة في الدرة مع واحدة خايف علاقتهم انها تنكشف. خليك قد اللي بتعمله، يعني خليك راجل. هتكلم مع كل ست مش واخدة بالها من جوزها. انت اول حجه بيقولها عشان يبرر علاقاته المستخبيه، ما تديلوش الفرصه انه ياخدك مبرر يبرر بيه خيانته ليكي. هتكلم مع القائمين على الفضائيات. لازم يبقى في معايير لاختيار الاعلامي المناسب للبرنامج المناسب. بلاش حلم الترافيك والمشاهدات والسوشيال ميديا ينسوكوا ان الاعلام رساله. هتكلم مع فريق الاعداد. بلاش ندخل نفسنا في حلقات الطرف التاني فيها مش مسؤول عن تصرفاته وبيخاف حتى لو كان المشاهد عاوز يشوفه ويسمعه. ومهما كانت الضغوط هتكلم، ومهما كان مين الأطراف هتكلم. تصبحوا على خير.